عظيم وبيظهر دايما في الانفرادات. يا ابو جامب رشيق بيخليك تلقف في العرضيات. ابطال 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 ابطال. تمرين اول وتاني وسؤال كده فجأة جاني بعد اداء المعسكر وتعب كل الليالي. مين رد فعله اسرع عواد ولا الشناوي؟ مش فارقة مين اساسي عايزين اداء حماسي. مش فارقة مين اساسي عايزين اداء حماسي. حلوة يا شناوي.